السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية، نشكر لكم حضوركم. حرصا منا على استفادتكم وانصاتكم، تحطون الجوال صامت. محاضرتنا استكمال لما بدأنا عن القراءة الحرة، لعلنا نستكملها أو نستبدلها، وهذا شيء راجع لكم. محاضرا لهذا اليوم الأستاذ عبد الرحمن الهذلول، فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ذكرت مع الأخوان فكرة يمكن تكون مناسبة، أنا ما أدري لكم الخيار. أنا كنت بسأل عن، طبعا اليوم العدد ما شاء الله، يعني اليوم النخبة اللي حاضرين، هذا بالنسبة لي ولكم شيء مفرح جدا، لأن ستكون مشاركات أيضا على مستوى أهل النخبة. أنا كان السؤال من اللي حضروا معنا في اللقاء الأول، فصار هذا لهم امتداد، يعني اللقاء الأول كاملا وهذا صار لهم امتداد. 1 2 3 4 5 6 7 اللي ما كان لهم امتداد اليوم ابتداء بدوا. الصوت واضح على فكرة؟ واضح ولا مجاملات؟ واضح، ها؟ طيب، احنا قلنا 6 اللي اليوم هو أول يوم يحضرون فيه البرنامج، إذا تكرمتوا بس نعطي إشارة كذا زي كذا، بيجنر ليفل 1 مثلي، 1 4 5 6. شلون بعد الوهاب مرتين أنت؟ شلون تجي؟ أجل كذا يا بعد الوهاب. طيب عفوا، تسمحوا لي بس مرة ثانية أتعبتكم. 1 2 3 4 5 اللي ما جو قبل، 6 7 8 8 9 10 حضرتوا قبل يا شباب؟ ما أدري كم الرقم صار. طيب لكم الخيار يا شباب. أنا اللي أقول، طبعا أنا استأذنت الأخوة في الثقافة واستأذنت رئيسنا الموقر أبو ناصر في أنه أن يكون هذا اللقاء امتداد للسابق، أو نشوف خيار آخر لبرنامج قصير يمتد نفس مدة البرنامج الباقي الآن. لكم الخيار، بشرط في ريحة قهوة. حريق، سووا إسعاف يا شباب. طيب، الشرط هو انه اذا امتد اللقاء لازم نسوي مراجعه عشان الجدد ياخذون حظهم من الفكره، والقدامى يعني فرصه انه يراجعون. فلكم الخيار الان، اللي يقترح انه نمتد الفكره يا ابو ناصر الى اي، الى الساعه كم سيكون لقاءنا؟ ساعة متاح من الآن ممكن؟ أو أقل؟ أو أكثر؟ كلهم إيه؟ ساعة. طيب، ساعة من الآن، جميل، إن شاء الله ما يضايقكم يعني. جزاك الله خير. طيب، اللي يقترح أن نمتد للقاء الأول يدلي بدلوه. تصويت لو نعرف الموضوع. آسف. جميل جميل، هذا طبعا أنا آسف أني ما وضحت هذه. اللقاء الأول كان القراءة الحرة، وكان من جزئين. الجزء الأول كان أشبه بالتحفيزي لفكرة القراءة. اليوم الامتداد هو بعض الأفكار أو المهارات البسيطة في التعامل مع القراءة. يمكن يأخذ منا من الوقت، أتوقع نص ساعة بدون مشاركات، بدون مداخلات. إذا في مداخلات عاد أنتم تديرون الجلسة. في فكرة ثانية، عرض تجربة، هذه طبعا كلها امتداد للقراءة، عرض تجربة لفكرة القراءة نشرت على مستوى إدارة التعليم بالرياض للعمل السابق. كيف نشر، يعني كيف ممكن تؤثر على الطلاب بث مباشر؟ هذه أقول أنا ولا هي كذا؟ حياك الله، وأنا ودي حتى الأخوان تأخذوا اللقطة، لأن يهمنا يكونوا موجودين. الفكرة الثانية هي
كان في نقاش مع أحد الأخوة يمكن من أسبوع تقريبا في الدورات التدريبية. فعبد الوهاب طبعا كان الزميل المناقش وتعلمت منه الكثير في ذاك اللقاء. كلنا نسمع عن الدورات التدريبية، موجودة عندنا في المملكة، موجودة هنا في كل مكان في العالم. هي طفرة جاءت من يمكن امتدت الآن إلى تاريخنا الآن 32، هي تقريبا بدأت طفرتها من 18 تاريخها، يعني تاريخ خروجها في الرياض تاريخ 18-19 هجري، بعدين الآن لها يمكن 13 سنة. هي كيف تدخل برنامج يعني تدريبي، كيف تختار برنامج تدريبي؟ هي الفكرة عملية والسابقة كانت امتداد القراءة، هذه الفكرتين، فأنتم ترشحون وننطلق عشان نكسب الوقت. اللي يقترح امتداد القراءة يعطي رأي، يعطي صوت كذا أو الزر زي مجلس الشورى بالضبط، يضغط زر أصبعه 1 2 3 4 5. اللي يقترح تغيير الفكرة إلى كيف تختار برنامج تدريبي. جديدة، يعني فكرة جديدة في كيف تختار برنامج تدريبي لشخصك الكريم. يعني أنت عندك برامج تدريبية موجودة، الجزء الأول تجربة يعني في داخل القراءة، قسم داخل القسم مع الأول 6. جيت من أجل القراءة. هو التبرير يختلف، لكن علشان نعرف الأصوات، لأن صراحة أنا توقعت أن أغلب اللي كانوا موجودين قبل بيجون اليوم، لكن أقدر لهم ظروفهم أيضا، أنتم اللي حضرتم لهالغاية. لكنه قد يكون أيضا لو دخلنا في منتصف الطريق والأغلب ليسوا موجودين، يمكن يكون أيضا لهم قضاء وقت إضافي. فأنا ودي نختار بالتصويت عشان نسلم، وحنا مع الزمن يعني اللي ما يجي اليوم يجي بكرة. الله يسلمك، هذه طبعا تفويض، لكن احنا نحتاج نبي قرار. انا ما سمعت الرأي الاول بس صراحة، فعطون الرأي الثاني اللي هو كيف تختار برنامج تدريبي. هل يرى الفكرة هذه يدلي بدلوه 1 2 3 4 5 مرة ثانية؟ لا هي ما تعي 6 الآن بالتوازي بالضبط 7 مع الأول. أنا حسبتك مع الثاني تو. لا ما حسب، لا متساوية 6-6. 6-6 الآن مع الأول 7-6. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تم الاختيار على الامتداد. أما الفكرة الأخرى فإن بقي عندنا وقت عرضناها عرضا سريعا. أتوقع أن البرنامج اليوم لن يكون طويل، يعني صحيح أن العنوان كان ملفت اليوم للمرة الثانية، لكن حقيقة المادة العلمية اللي نزلت في المرحلة الأولى كانت هي الأصل واليوم الفرع. شوفوا معي الصورة هذه إذا سمحتم، بس نبدأ بقصة كذا حلوة، قصة لها علاقة بالقراءة. مش يذكركم اللقطة هذه؟ الطفولة؟ الله، بس بالجنوب أنت ما تجي بعرين الجنوب يعني. طفولتي أنا شبيه يعني، بس النظرة هذه قاسية صراحة. ها؟ تعبير عن الجمل. الله، صحيح؟ بأي منطقة عفوا؟ في الجنوب جمل. أنا ما كنت أعرف والله، أنا معلومة جديدة لي. أنا أعرف أن الجنوب هو مو بالجبال. اليوم يوم البعرين، يمكن يسعدكم، يمكن الصورة دي تضيف لكم إضافة جديدة. هذا على تعبير ملكة جمال البعرين، هذا حاط التاج فوق. طبعا الفكرة كالتالي، أنه حقيقة يوم من الدهر قدر الله علي، يمكن قلت للفكرة سابقا، قدر الله علي وابتليت بالتدريس في الربع الخالي. هو كذا صح؟ من جميل، درست في الربع الخالي أول سنة تدريس، فتعرفت على سوداني
كان السوداني فلته، كان راعي طبعا، راعي للغنم او عفوا راعي للبعارين. فكان كل اسبوع نجي حنا طبعا بعد كل يعني كل يوم اربعاء نرجع لديارنا ونشوف الاهل ونجدد الولاء ثم نرجع مره ثانيه للمدرسه ولاء البيت. فكان في سوداني يستقبلنا تقريبا احنا نصل الساعه 12 بالليل او 11، كان هو على مدخل الديره. الديره طبعا اللي له خبره في الربع الخالي اسمها يبرين. يبرين هذه منطقه مدخل للربع الخالي، الواحه صحيح اللي جلس فيها الملك عبد العزيز فتره من عودته او مجيئه من الكويت، توقف فيها قليلا ثم توجه الى المناخ في الرياض أو قبل الرياض. فالواحه كان فيها سوداني، كان اذا جينا يستقبلنا يقول ايش عندكم من جديد. هذه كلمته الجميله كانت، الجديد اللي هو الكتب. كنا احنا مدرسين ناخذ كتب التحضير عشان نحضر مواد، فكان يطلب منا الكتب الجديده فكان ياخذها في ذلك اليوم اللي هو يوم الجمعه بالليل. تقريبا نمشي يومين ثلاث ايام كذا مرجعنا الكتب مخلص ما شاء الله قاريه ومخلص، وهو راعي بعارين في الربع الخالي. ممكن كل واحد عاد يعلق داخليا في ذهنه. طبعا هذا احنا نترك كل الفقرات هذه من باب اننا قلنا انه سنضطر للعوده للمراجعه. القراءه تعلم والتعلم يصحبه في البدايه تعلم، متفقون؟ اللي ما نتفق عليه نناقش. متفقين على الفكره دي انه طبيعه القراءه فيها شيء من التعلم، والتعلم طبيعته اصلا انه في شيء من التعلم. من يذكر الفكرة هذه الزراعي والصناعي والمعرفي؟ من يذكرها يا أخوانا؟ من العالم كان يقوم على العالم الزراعة ثم دخل في عالم الصناعة وهو الآن يخوض في عالم المعرفة، ومتوقع يكون المعرفة التقنية قادمة، يعني اللي هو دمج التقنية مع المعرفة. مش الرابط أنا قايل لكم اليوم في نخبة، يعني سؤال لطيف أنا سأحاول أن أجيب. العالم الصناعي لو حطينا بين قوسين كذا عالم الآلة، عالم الآلة يمكن يوضح لنا الفكرة شوي. عالم الآلة اللي يقوم على عدد كبير آلات كبيرة تكون بديل عن الإنسان، آلات كبيرة تكون بديل عن الإنسان. احنا مثلنا في الفترة الماضية يعني مثلا عن الزراعة، لما جاءت الآلة الزراعية أي نوع من الآلة الزراعية فقد عدد من الناس وظائفهم نتيجة وجود الصناعة، الصناعة اللي هي الآلات الكبيرة هذه فأخذت من الناس وظائفهم. لما جاء عالم المعرفة بدأ الناس يحتاجون إلى واحد بدل عشرة. أول كانوا يحتاجون 40 في عالم الزراعة، لما جاء عالم الصناعة احتاج 5، لما جاء عالم المعرفة احتاجنا واحد، لأن واحد يقوم بأدوار كثيرة جدا. فكل ما يعني اتجهنا لعالم المعرفة أكثر صار بالنسبة لنا حاجة التعلم والمعرفة تزيد أكثر من حاجة الجهد البدني. فالجهد البدني يقل والجهد الذهني يزود، فإذا زاد الجهد الذهني معناه أن المعرفة تزيد قاعدة. الدافع لهذا الشيء يعني هذا التطور، هذا طبيعة التطور يعني. أتوقع أنه تكليف تقليل التكاليف، نظرة اقتصادية. نظرة اقتصادية للخروج من العالم الصناعي إلى عالم المعرفي. هذا وارد، هذا وارد أيضا. عاد عندنا مهندسين هنا يحترمون الفكرة دي جدا يعني. قلنا حنا أن أقل الفرص الوظيفية دائما تلاحق الشخص الأمي، في حين تلاحق الوظيفة كل شخص متعلم. تعلم بجودة طبعا. يقولون انتهى الزمن جيد جدا، مشكلة صح؟ وأنا في حياتي الحمد لله موفق، ما أخذت في حياتي يوم من الدهر ممتاز، اللهم لك الحمد. فأنا أعيش في جيد جدا لأن
ارتضيت أن أكون إنسانا وسطيا. الأمي من طبيعة أن يكون مقادا لا قائدا، من طبيعة الأمي أن يتبع، فمن أراد أن يكون من الأشخاص من الجماهير فله أن يختار الأمية. الأمية بوصفين طبعا، الأمي التعريف الأول اللي هو لا يقرأ ولا يكتب، في أمي جديد اللي هو ما يحب يتعلم، ما يحب يتزود المعرفة، انتهى، توقف على الشهادة النهائية بالنسبة له اللي هي شهادة الجامعة أو شهادة الثانوية أو أي شهادة. عفوا، قيادات بالتكليف ولا بالتشريف؟ بالتشريف كثيرة جدا، لكن عادة الناس يختارون الشخص اللي يرتضون يكون يقودهم قيادة عن علم. لذا ما نجهل أبدا أنه كثير من مجالس يدخلها صغير الناس ويحمل شهادة ثم تفاجأ أنه ارتقى مرتقا صعبا، يعني في القبيلة ولا في. كان في طالب في نفس الدير اللي احنا نتكلم عنه في ثالث ثانوي أخذ نسبة 98، فكان شيخ القبيلة كان جارنا جنبنا على طول، فكان كل ما دخلنا عندهم طبعا أحد العزايم قرب هالولد اللطيف هذا، وطبعا فيه إغراء ثاني أنه أغلب عير عند الولد هذا، أغلب عير عند الشخص الممتاز أبو 98 هذا. لا 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 لا، صاحب الصورة هذا طالب آخر، هذا طبعا صور من الديرة نفسها يعني من نفس البلد يعني. فهذا بس تعليق على فكرة أنه حتى الكبار يقدرون الشخص المتعلم، والظروف الاجتماعية بعضها تضغط على أشياء وتترك أشياء. هذه موضوع آخر، التوفيق بين الهوايات والحاجات. أكثر الناس تكلمنا أنهم يجهدون أنفسهم كثير في أو يخوضون في عالم الهواية حتى يطغى على عالم الحاجات بالنسبة لهم. فمن كان مثلا هاوي تصوير مثلا، إذا ما كانت وظيفة طبعا، يمكن بعض الناس وظيفته تكون حاجة بالنسبة له، لكن مثلا هاوي تصوير يبذل مثلا في اليوم الواحد أكثر من 9-10 ساعات وهو يدرس في الجامعة. الآن أيهما الحاجة بالنسبة له وأيهما الهواية؟ كثير من الناس، هذه إشكالية طبعا كبيرة على مستوى الإدارة الشخصية، إدارة كل واحد لنفسه، يطغى في هوايته ويخوض في هوايته ويترك حاجاته على حساب الهواية. فحنا نقول أنه من كثرت هواياته توقعنا منه أنه يفقد الحاجات. الهواية يعني الهواية جيد أن تكون الإنسان، لكن ما يبذل من وقته كثير لها يعني. اللي يتمنى أن يقترب من أو يقترب من الثقافة والتعلم يحاول قدر ما يستطيع أن ينوع الأصدقاء. إذا ركز على نوع واحد من الأصدقاء عادة يكون الثقافة هي نفس الدور بمكانه، فما تجدد صداقته أو ما تجدد ثقافته. فتنوع الأصدقاء يعطي إضافة جيدة ثقافات أخرى، وهذا على فكرة حافز كبير. لذا بعض الناس أول ما يبدأ في علاقة مع، تخيل معي لو كنت شخص عادي وسافرت 10 أيام مع ناس مثقفين بالغلط يعني غلط، معليش الرحلة جت كذا، ركبت معهم أنت يعني، تعيش صراع ما هو عادي صراحة مع النوعية هذه، لأن كلهم يتكلمون في مواضيع بعيدة جدا. 10 أيام هذه كافية لأنك تنقد نفسك حتى تموت، تحس الناس في عالم وأنت في عالم آخر. النتيجة، نتيجة الشيء هذا أنك بس غيرت 10 أيام نوع الصديق، نوع الناس اللي تشوف، نوع الناس تسمع منهم شيء جديد. فلو أراد شخص أنه يقوي الثقافة عنده، لابد أن يكون عنده تنوع في الأصدقاء. ترى ممكن تصادق رجل أعمال وأن تريد الثقافة، لأن يعني يضيف لك بعض الحين إضافات غير عادية من أنا على خبرته، وهو أصلا ليس من مصفوفة مثقفين يعني، مصفوفة اقتصاديين وتجار يعني، لكن هذا يضيف لك إضافة جيدة. تكلمنا عن القراءة من اختيارك والدراسة. بعض الناس يقارن لما تطالبه في القراءة يطالبك انه حنا ملينا من الدراسة، ما حاجين قراءة اضافية الان. حنا نفرق بين القراءة عادة شيء يعني شيء فيه حرية في اختيارك انت، والدراسة عادة اغلب الاشياء ليس من اختيارك الا لما تدخل الجامعات، بعض الحين تختار لك مادتين تحسب انك اخترت الدنيا وما حاولت، لكن اغلب المواد جاءت. هذا تحدي في العالم الجديد طبعا، الفكرة دي تحدي كبير جدا في العالم الجديد. اللي تخصصه هنا إعلام أو مهتم في الـ يمكن حق التسويق،
يدركون الفكرة دي كثير. الثقافة البصرية قلنا أنها تعطي الإنسان ما يرغب، ما يرغب بس، نادرا ما تعطي الإنسان ما يحتاج، نادر. فهي الثقافة القراءة غالبا تعطي الناس ما يحتاجون. لما يكتب المؤلف كتابة هو يدرك أن هذه أحد حاجات الإنسان، لكن لما يركز الإنسان على البصر ويتعلم من خلال البصر بس، ثقافة البصر عادة هذه أدواتها الموجودة قائمة على تلبية الرغبات. نمثل في القنوات الفضائية، احنا مثلنا قبل باعتبارنا احد الثقافات البصرية، انه تعطي الناس ما يرغبون. ما في قناة موجودة الان او خلنا نقول بدون تعميم، نادر تجد قناة تعطي الناس ما يحتاجون، هي المدخل الرئيس وتنتهي ايضا بالمخرج الرئيس انها رغبة اقتصادية يمرر فيها رغبات الناس. يعني رغبة الناس ايش يحتاجون وش يرغبون، عفوا، احنا نعطيهم الرغبة هذه مقابل نفع مادي ناخذه. فهذه طبعا لا تدري. لذا اللي يقول لك انا اتعلم من خلال مثلا المشاهد كثير، من خلال مثلا التلفزيون، من خلال الفيلم، هاي ثقافات كلها تظل في حالة او في حجم المحدود. وغالبا مثل ما يعني قلنا قبل شوي انها تقوم على فكرة الرغبة. نادر تلقى يعني برنامج جميل ومغري لكل الناس وهو قائم على حاجاتهم. أتكلم عن الحاجات الحقيقية، مو بحاجات مثلا الغذاء ولا حاجة ثقافية. قلنا معلومة تذكرونها، أنه لو كان أكثر ما يجهد الإنسان أو يستهلك طاقة الإنسان، قلنا المخ، صحيح؟ لا، تفكير. التفكير هذا رقم واحد. اثنين، العين. إذا استخدمها كل في كتاب لطيف، ممكن لو قدر قراءته، اسمه إعادة تشكيل الوعي، كذا اسمه إعادة تشكيل الوعي. هذا كتاب تكلم عن الموضوع هذا كثير، كتاب جميل جدا صراحة، تكلم عن الثقافة البصرية وكيف تأثر على مستوى الجماهير الناس. هذا كله مراجعة على فكرة. القراءة في جدول أعمالك. اللي ما هو حاط القراءة أحد مهامه اليومية أو أحد اهتماماته يصعب عليه أن يكون مثقفا يوم من الدهر. اللي حاط على مستوى فراغه، إذا فرغت إن شاء الله ما حد فارغ، ما حد فاضي أصلا، لن تفرغ يوم من الدهر. كل ما فضيت دورت لك شخص يشغلك. فإذا ما كانت أحد جدول أعمالك يصعب عليك أن تكون من مصفوفة المثقفين. إذا شفنا مكتبة، مساحة هالمكان هذا، هل يعني أن صاحب هذه المكتبة من عداد المثقفين؟ هل هذا يعني دائما من عداد المثقفين؟ إذا شفنا مكتبة ما احتوت إلا الزاوية هذه، عشان ما نصغر كثير، الزاوية هذه، هل نحسب أن هذا من عداد الناس العاديين؟ لا زال غير مثقف؟ أظن في العالم الجديد صارت النوعية أهم من الكمية. كثير من الأشياء الالتفات إلى النوع أكثر من الكم. وعلى فكرة حنا مفتونين بالعالم الرقمي، يعني أكبر وأفضل، هذول المساحات اللي فيها كل شيء ضخم، هذا فيه فتنة كبيرة. لكن أجود أتقن، هذه كلمات ما تسمع كثير، مو مغرية حتى لكثير من الناس. فإذا احنا بنقطع وقت جيد في الثقافة، نحتاج نختار الكتاب الجيد، الثقافة الجيدة. تشير الدراسات بأن المعرفة تتضاعف كل 10 سنوات، معناه أن الاختيار لابد يكون موفق، ولا ضاع وقتك في أشياء ما تحتاجها. هذه يمكنها عميقة، يمكنها بسيطة، أنا ماني عارف صراحة وش تقويمه، لكن أنا أعتبر أن هذه المعلومة من المعلومات اللي بالنسبة لي أضافت لي إضافة كبيرة جدا. كل ما تذكرتها صارت بالنسبة لي دافع للتعلم. مساحة ما تجهل دائما أكبر بكثير من مساحة ما تعرفه. فإذا كان ذلك كذلك، فالنتيجة لابد من ازدياد من الثقافة. لذا الشخص اللي بيتوقف عن الثقافة والتعلم عادة يرى نفسه بأن مساحة ما يعرفه أكثر من مساحة ما يجهله. لذا هو يحافظ على أصدقائه، يعني كلهم منطبقات على بعض على فكرة. اللي يحافظ على أصدقائه يرى أنه متعلم، ترى، لأنه اللي عنده كلهم أقل منه تعلم. فهو يشعر لما يقول معلومة أن كل الناس يسمعونه، لكن اللي يسمعونه 3 بس، أصدقائه 3 اللي دائما يكررهم.
لكن لو طلع لمجموعة أخرى قد يجد نفسه فقير جدا في المعرفة. لذا تنويع الأصدقاء، تعريف الناس بأن مساحة الجهل واسعة جدا ومساحة المعرفة قصيرة بالنسبة لك، يدفعك إلى حب التعلم والمعرفة. في ناس يتعذرون بأن التقنية الآن أشغلتنا، وأنا أعتقد أنها زادت من حجم الفراغ، بل شكلت فراغ جديد الآن كبير جدا. كم يبذل الإنسان في الفيسبوك في اليوم الواحد مثلي مثلكم؟ على حسب الاهتمامات والأحداث والمشاكل. الآن قاعدة في أوقات تبذل كثير. في بحث مصري على فكرة، بحكم أن إحنا ما أدري، لكن اليوم صار حدث كبير تعرفون أنتم زين، تغيرت حياة كثيرة جدا اليوم في مصر. لكن أذكر في بحث عن الفيسبوك في مصر، تأثير الفيسبوك في مصر، بحث إعلامي هو طبعا، يرى أنه 80% من الناس أهل مصر يرون أنه مؤثر إيجابي بالنسبة لهم فيسبوك، معناه أن يقضون وقت طويل. على فكرة أكثر شعب عربي، عربي أكثر شعب عربي يتابع النت هو الشعب المصري. فإذا رأيت شعب يتابع النت كثير والمواقع الاجتماعية أكثر، فإن عنده مشكلة في الحرية. هذه فكرة لمعرفة حجم الثقافة عند الإنسان. إذا وجدت نفسك غير قادر على كتابة فكرة الآن تخوض في ذهنك، فاعرف أن عندك مشكلة في القراءة، مشكلة كبيرة في القراءة. الشخص اللي ما يقدر يكتب عنده مشكلة سابقة في المدخل الأول وهو القراءة. لا كتابة دون قراءة، هذا غير متاح. ما في إنسان كاتب مبدع وهو لا يقرأ قراءة مبدعة. أنواع الكتب وش أو هذه كانت أحد الشريحتين المهمات في اللقاء الماضي، صحيح؟ أنواع الكتب. عبد الوهاب تفضل علينا، خلينا نغير الصوت شوي. أها، اللي هي الكتابة. تفضل. يكون في ذائقة في الكتابة، هي فكرة طبعا جودة القراءة الكتابة عفوا. ولكل أظن كل إنسان يستطيع يجمع حروف على بعضها ويضم كلمات إلى بعضها، لكن أنا أستطيع أكتب لك كتاب كامل لا يقرأه أحد إلا أنا، يعني أنا اللي أقرأه واللي عنده ذكريات صار بالنسبة لي، لكنه ليس كتاب للناس. لكن نتكلم عن جودة الكتابة والتأثير على الناس من خلال الكتابة، يصعب بدون شيء سابق وهو القراءة. لذا أنا حتى في تعلم إنجليزي يقولونها، يمكن أنتم أعرف وأخبر، أن المدخلات اثنين والمخرجات اثنين. أما المدخلات فهي القراءة والمخرج فيها كتابة، والمدخل اللسن والمخرج سبيك، فهي مدخلات اثنين ومخرجات. هذه في نظرية التعلم كلها هي كذا، ثنتين تدخل ثنتين تطلع. ما في يعني ما في أحد سبيكينج قوي مرة وهو ما يسمع قبل، مو كثير. لذا اللي عايش الناس كثير عادة يتكلم، اللي يختار المساحات الصغيرة في البيت يجب أن يسمع صوته هو بس نفسه. في تعليق آخر أبو عبد الوهاب على الفكرة، نسمع دكتور خالد. إي والله أنا ما أدري عن مدى دقة عبارة لا يوجد. أنا آسف، أنا ترى شوي جاف، أنا أروح كذا ولا أروح كذا، فأنا لا تلوموني كثير. بعض الأحيان أتحمس وأخرج عن طوري الطبيعي. لا يوجد، لا يمكن، لا يتحقق، لا، هذه العبارات لا تؤخذ بالدرجة اللي عرضت الآن. أغلب طبعا غير مقبول أبدا أكاديميا يعني. طبعا لأن المشاهد أعرف أشخاص يعني يتميزون بالأسلوب العالي جدا في الكتابة، مع أنهم ضعيفين في موضوع القراءة، يعني خاصة في موهبة. هي موهبة أتصور أنها قد يرزق فيها إنسان، زي ما يوهب الإنسان الحديث. بعض الناس يقول الحديث أتعلم، الأول أحيانا أجلك اثنين من أبنائك، واحد منهم ما يتكلم أبدا والثاني طلق وفصيح، مع أنهم ما تعلموا شيء ولا قرأوا. جميل. دكتور خالد لا يستسلم الفكرة، من حقه أنه ما يستسلم، أنه يعني يذكر طبعا عشان
عشان البث الأخوان قالوا لازم ما في ميكروفون يوصل. دكتور خالد يرى بأنه ليس من المناسب عرض فكرة أنه لا يمكن أن يكون كتابة جيدة إلا بقراءة جيدة. هذا رأي الدكتور خالد، ويرى أنه الأبحاث العلمية دائما لا تؤخذ بكامل الصدق هكذا، إنما يكون فيها رأي و لا لا خذ راحك لأن بعرض أنا في النهاية ما أنتم مجلسين إذا خالفت إن شاء الله. أبسط حقوقك لأن لازم الحين نعطي فرصة للناس. حتى يقال في الإنسان سبحان الله ما في حقائق علمية، لا نتعامل مع رياضيات أو مع صناعة، نتعامل مع أشياء إنسانية أحيانا قد في أشياء كبيرة كونية ليست إنسانية كونية. هو مشكلة الهلال بالسعودية مو بالهلال السعودي، لا لا كل على أي حال هو مشكلة يعني مشكلة كبيرة، فهي مشكلة يجي كل واحد يتكلم عن قضية علمية هو صادق أحيانا المحاضر قد يقول هذا هو صادق، لكن أحيانا قد يخالف البعض أو الواقع. لا جميل. والآن في 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 نهضة الآن في الحوار سيد المحترم. هو الفكرة بس المقصود، اسمح لي بس أعقب على فكرة. أي فكرة؟ نفس اللي ذكرها. قراءة رافد، هي رافد رئيسي من روافد الكتاب، وهذه ممكن تؤخذ يعني كقاعدة، والقاعدة أصلا من علامات معرفة القواعد وجود الاستثناءات. فهو يعني وجود الاستثناءات غالبا ما يعني لا مشاحة في النهاية في التقعيد والتنظير، لكن هو قراءة الواقع قراءة الحالات في النهاية هي اللي تعطي الحالة. يمكن أنكم يعني الدكتور كأنه يوحي بفكرة هو لا يخالف فكرة، لأن يعني أنا أؤمن وغيري يمكن يؤمن بالفكرة اللي هي القاعدة لابد يكون فيها شيء من الاستثناء، لكن الدكتور ما يرى الحدية يمكن فكرة أنه خلاص الرقم هذا خلاص الفكرة هذه تراها الصحيحة. فإحنا بنجمع بين قولي وقولك ونوافق الدكتور المرة هذه، بس نقول أيضا الأبحاث العلمية خاصة في العلوم الاجتماعية المتغير فيها مستمر، العلوم الاجتماعية بارتباطها بالإنسان طبعا المتغير فيها مستمر، معناه بقدر ما تكون متغيرات كثيرة على مستوى المجتمع متوقع تتغير النتائج. بل نفس الشريحة اللي بحثت هذه اللي أخذت منهم رأي يوم من الدهر بعد سنة ممكن لأنه متغير عندهم العمر اختلف أيضا النتائج تختلف. لكن لأننا اليوم نتكلم اليوم سنضطر نقول حقت اليوم، وبكرة نقول حقت بكرة، حنا نتابع الزمن. أنا أقترح طبعا سمعت الفكرة تماما، أنا أقترح العودة إلى موقع السيد المحترم عبد الرحمن السعود يرى السعدون عفوا يرى بأنه أن اعتقاد الباحث أي باحث اعتقاده يؤثر على فكرة البحث ونتائج البحث، وهذا أيضا يوجد لكنه هذا خطأ أكاديمي خطأ علمي أن الاعتقاد يؤثر. لذا وضع في كل الجامعات شيئين، ما قبل البحث وما بعد البحث. أما قبل البحث فهو
الخطة البحث. خطة البحث لا تقيم من دكاترة، مجموعة من الدكاترة، من أجل إنهاء فكرة الاعتقاد هذا أو تخفيف أقل شيء. جميل. وبعد البحث المناقشة اللي تتبع لما ينتهي البحث عشان ما يكون في مؤثرات على اعتقاد الشخص، تناقش الفكرة. ما بينها قد يدخل الإنسان بعض معتقداته، ممكن، وهذا شيء طبيعي. ليه؟ أصلا فكرة اختيار البحث، عفوا، بس فكرة اختيار البحث نفسه هي جزء من الاعتقاد أصلا. أنت تريد تدرس هذا الشيء وتريد أن تتثبت هل هذه صحيحة ولا لا. ما نخالف في هذه. أنا أرجو أننا نراجع اللي يرغب في الاستمرار في هذا المجال هو الأبحاث، أنه يدخل موقع للدكتور إبراهيم رجب، هو أفضل من كتب في هذا الموضوع في العلوم السلوكية أو العلوم الاجتماعية، الأبحاث في العلوم الاجتماعية والقضايا المذكورة هذه مثل اعتقادات الناس كيف تبني عليها، هذه كلها متاحة. أنا قلت الذي أستطيع. الكتب، إحنا ذكرنا أن الكتب ثلاث أنواع، بس كذا أن هذه نسوي مشاركات جماهيرية كذا بدون يعني احتساب، ما تحسب خطوات ولا فيها. الكتاب الأول، النوع الأول من الكتب أن يكون الكتاب ممتعا، صحيح اللغة العربية؟ كتاب ممتعا. ها؟ حول ولا قوة إلا بالله، دخلنا في متاهة. النوع الثاني يا أخوان، لا تدقق علينا يا شيخ. الكتاب الثاني أو الكتاب الآخر مشاركة في وقتها جت. الكتاب الآخر، اصبر علينا شوية قليل. هذا صار له بث الآن، هذه المشكلة طبعا. هذا بيعطيك معنى أن النادي السعودي فيه من الألفة ما لا يعلمه إلا الله. النوع الآخر من الكتب هي كتب المعلومات، والنوع الأخير هو كتب الوعي اللي تساعد على التفكير أكثر. قلنا ماذا تعطي كل واحدة. المتعة تعطيك مفردات وتقوي اللغة، وفي أشياء أخرى لكن هذه أبرزها. المعلومات تعطيك أرقام، معارف مجردة دون أي تعليق. الأخير تمنحك قدرة في التفكير وتقويم الأشياء. إحنا ذكرنا أن المكتبة التي تحتوي على هذه الأنواع الثلاثة عادة تعطي الإنسان ثقافة جيدة، فعنده شيء من المعلومات، وعنده مفردات جيدة في الحديث، وعنده أفكار عميقة تستحق الذكر. هذه الخيارات الثلاثة في الكتب. قد يطرأ شيء جديد، أنا ما بعرف صراحة اللي بيشارك له ذلك، إذا في نوع آخر من الكتب غير الثلاثة هذه، إما أن يكون ممتعا أو معرفيا أو متصلا بالوعي. طيب الآن ندخل برنامجنا، الآن هو الامتداد الآخر. جزء من المعلومات الموجودة هنا اللي بتذكر الآن متصلة ببعض الأفكار السابقة جزئيا. القراءة الواعية تختلف عن القراءة العشوائية. القراءة الواعية اللي تختار بشكل جيد، تختار الكتاب طبعا بشكل جيد، تختار التوقيت بشكل جيد، تختار نوعية القراءة بشكل جيد، هذه قراءة واعية ليست قراءة عادية. القراءة الواعية يجب أن تتحلى بنوع من الاكتشاف، بمعنى إذا، يمكن ذكرنا المعلومة هذه سابقا، إذا الكتاب يعني إذا قدر الله عليك ودخلت معرض كتاب فوجدت كتاب مناسب بالنسبة لك جدا، فوجدت أنه هذا أفضل ما يمكن أن يقرأ، ذهبت للبيت فقرأت جزء من الكتاب ثم صار مع مصفوفة الكتب الانتظار اللي في الكوميديين دائم كثيرة، هذا الكتاب عادة لا يضيف لك شيء جديد. أما لماذا؟ فلأنك شريت كتاب أنت تعرفه كله، فالكتاب اللي تفهمه كله وأنت تصفح ترى أن كل هذا تفهمه زين، اعرف أن الكتاب هذا ليس احتياج لك كبير. هذا يعطيك معنى جميل في التذكر بس، يعني المعلومات الموجودة في الكتاب عادة أو أغلبها تقوم بعملية التذكر لك، فهي معلومات سابقة والمؤلف جمعها لك. هذا نوع من أنواع التأليف على فكرة اللي هو الجمع. الكتاب الممتاز يذكر أحد المؤلفين تقريبا يقرب الفكرة أنه إذا 30% من الكتاب ما فهمته هذا كتاب جيد، بباب تقريب الفكرة. إذا في أشياء ما تفهم هذا كتاب زين، لأن هذا هو اللي قاعد يضيف لك إضافة ممتازة الآن، هذا اللي قاعد يحك ذهنك شوي، يساعدك على التعلم والتركيز.
إذا شفت الكتاب سهل وسلس غير الكتب ممتعة طبعا، نطلع الكتاب ممتع باعتبار أن الناس كلهم يدركون أنه بسيط وسهل. فالكتاب اللي يتحلى بنوع من الاكتشاف المعرفي هو كتاب يستحق أنك تشتريه. بمعنى لو شفت في الفهرس 7 أشياء 8 أشياء تعرفها و4 ما تعرف عنها أي شيء وترى نفسك أنك محتاج المعرفة، هذا يستحق الشراء، كتاب يستحق الشراء. لكن لو قدر لك أنك لقيت كل الكتاب هذا أنت قاري في كتب سابقة أو قريت في المدرسة يوم من الدهر المعلومات هذه كلها، أنت ليش تشتري كتاب إضافي؟ هذا ليست قراءة نوعية، ليست قراءة يعني فيها وعي، هذه قراءة للتذكر، وهذه تحتاجها ممكن مع جلسات الناس أو يتخلل بعض الكتب نفس المعارف هذه، فمحتاج تشتري كتاب كامل. القراءة الواعية تتصف بالتحدي وليس بالتعجيز أو البساطة. بعض الكتب ما تعرفها بس إنها بسيطة عبارتها، بسيطة فكرتها، هذه حاول أنك إذا تقدر أنك ما تقحم نفسك كل يعني تقحم اختياراتك كلها بكتب البسيطة باعتبار هذا اللي أنا أفهمه، هذا اللي أنا أجيده، هذه ما تمنح قدرة في التفكير، ما تمنح قدرة في القراءة الجيدة. الكتب الأخرى الكتب التعجيزية اللي تتجه إلى كتاب أغلب ما تفهمه يعني كله تحت سطر، كله بتحتاج شرح، هذا مشكلة بالنسبة لك في القراءة، بل هذا يعني يؤخر عملية القراءة بالنسبة لك، يخلي القراءة بالنسبة لك أيضا مملة ما تستطيع تستمر فيها. القراءة الواعية اللي تصب التحدي فيها وصف اللي احنا ذكرناه، فيها أشياء صعبة عليك تحتاج تتصل، تحتاج ترجع مرجع، تحتاج إلى أنك تشاور شخص، هي فيها نوع من التحدي، هذا ذكرناها سابقا. في من الأشياء اللي هي تعد أزمة في القراءة اللي هي الملل، كنا مذكورة هذه كثير، يعني ما تسمعون كلمة مليت، بديت ومليت، هذه موجودة الفكرة. عمرو العاص أوصى بفكرة هنا صراحة جيدة، طبعا في ورشة عمل احنا ذكرناها لبعض الأخوان سيكون فيها أحد الأفكار اللي بتطرح الملل، هذه ورشة العمل فيها 12 مشكلة في القراءة، هي اللي بيكون فيها تداول ونقاش، هي اللي تساعدنا على الخروج من عالم التحفيز اللي احنا فيه إلى عالم العملي والواقعي أكثر. الملل يقول عمرو العاص من كواذب الأخلاق، لذا الواحد اللي وده يوقف أي شيء يقول مليت، يجي اللي بجنبه يقدر يسأله ليش مليت؟ مليت ما لها جواب إلا مليت، وقف هنا. فمليت هذه من الشماعات يسميها، يعني من الشماعات الجيدة للإنسان يتوقف عن أي أداء جيد بالنسبة له أو أي شيء قاعد يعجزه أو كي يتحداه. فمليت بقدر ما تجنبه مو في القراءة بس، في حياتك عموما كلمة مليت مليت جنبها تجد نفسك في نجاحات مستمرة. مليت زي اللي يقول لك انها كذبه، تكذب على نفسك فتوقف نفسك ما تخليك تستمر. القراءه الواعيه يسبقها اهداف واضحه، ليش انا اقرا؟ ليش هذا الكتاب بالذات انا اخترته؟ اظن في كتاب عفوا في الاختيار في تدريس الانجليزي، انا نشوف الان احنا ندرس ماده ريدنج في القراءه، ف يعني شوي منتبه لها، يعني انا اشوف عندهم معرفة الهدف من قراءة هذا الشيء شيء مهم جدا، يعني شيء يصل حد انك تمل. انا كنت مليت يعني راسك وجعك خلاص، بس بيحقق لك شيء انه يجب ان تكون القراءة اليوم تعرف ليش انت قريت، ليش انت اخترت المعلومة هذه وقرأتها، ليش انت اخترت الكتاب هذا وقرأته، ليش اخترت القطعة هذه وتقراها، ليش تتركها غيرها وتتجه لها هذه. فالاهداف عادة تعطيك نتيجة ممتازة لما تعرف ليش أنت شريت الكتاب. بعض الأحيان تخجل من نفسك لما تخرج بعض زملائك اللي فيهم شوي من الثقافة، تجد نفسك إنك طلعت من مكتب ما معك ولا كتاب، يمكن جاكم الشعور بعض الأحيان، كل زملائك أخذوا كتابين 3 4 وجدوا أنفسهم بالكتاب، أنت ما معك ولا واحد، رحت خذت أي كتاب، هذا اللي ما في أي هدف يوم تأخذه سوى شيء اجتماعي، إني صعب إني أرجع أنا بدون شيء. هذا النفس لا يصلح في مسألة القراءة. إذا عرفت لماذا أنت أتيت اليوم مكتبة ولماذا أنت اشتريت هذا الكتاب، تجد نفسك بكرة أنت مضطر لقراءة الكتاب لأن فيه هدف سابق للقراءة. من المهم في ظني أنه القراءة المكشوفة اللي بدون أي وسيلة تستخدم إضافية قد لا تضيف لك إضافة ممتازة. يقول أحد الكتاب، أحد القراء، يقول أنا أقرأ كتاب مرتين، المرة الأولى قراءة الجرد اللي خطط بسرعة، القراءة الثانية هي القراءة الصحيحة اللي ما يقرأ إلا المخطط عليه. هذه يمكن جربته فيها، وعلى فكرة كتاب يقول ما يبيض حتى يسود، كذا هي العبارة، كلما
كلما زادت حواشيه في نفس المعنى هذا. الكتاب بقدر ما تعلق عليه يصير غالي عليك. الكتاب ما تعلق عليه ولا كلمة جاء واحد يأخذه كأنه أخذ أي جريدة في البيت. الكتاب اللي تعلق عليه تكتب هذا يصير له قسم خاص في المحفوظات عندك، هذا يستحق لأنه هذا عقلك، هنا عقلك الثاني لأنك أنت تكتب عليه أنت. لذا التخطيط أقل شيء. بعض الناس طبعا يجد نفسه أمام إزعاج من التعليق على أي فكرة. مثلا في أفكار موجودة في الكتاب ما تروق لك، في أفكار بالنسبة لك ما تتفق فيها مع المؤلف، وش تسوي؟ تمشي بس قراءة كده عادية؟ أنا أشك أن هذه صالح، لأن الكتاب الجيد هو اللي ترجع له مرة ثانية وثالثة. هذا الكتاب الجيد اللي بكرة ترجع له، هذا اللي فيه شيء، فيه إضافة ممتازة. وهذا الكتاب يجب أن يكون فيه شيء من التخطيط، شيء من التعليم، شيء من التعليق. هذه من الوسائل المساعدة اللي هي. لذا في القرآن قال الله تعالى نون والقلم ما يسطرون. أقسم الله بالقلم لأن في شيء القلم، في شيء للمعرفة، في بقاء المعرفة متصلة بالقلم اللي هي الأداة هذه للمعرفة. بعض الناس يرى أن الموضح عاد ما أدري يمكن اللي قاله الزميل المحترم الفسفوري، هذا بعض الناس يرى أنه كتاب جيد. هذا ما شاء الله البصريين يصلح لهم في علم الدورات، هذا ممتاز لهم يخليهم يرجعون بسرعة. بعض الناس يرى أن البطاقات خيار جيد، وهذه أشوف بعض الناس يمارسها. في ناس من الأسواق أو الوسائل المساعدة الإضاءة أو المكان، يعني الإضاءة تعبير عن المكان وليس اللمبة، يعني كان مريح. يعني اللي يدخلون في عالم الوعي بالذات الكتاب الثالث والنوع الثالث من القراءة، من اللطيف أنهم يكون حولهم كتب فيها تسلية شوي تمتعهم، لأنه قد يجي فترة يتيبس يصير مرة جامد راسه كله أفكار، بس ما في شيء سهل للناس تطليعة الأفكار هذه. عنده مجموعة أفكار لكن اللغة عنده ما تساعده، وين يروح؟ يسمونها الأولين كتب الإحماض، تحمض فيها يعني توسع صدرك عليها شوي. ها؟ أو كما قال الشاعر. فكتب الإحماض لطيفة أن تكون دائما صحيبة معك. لذا ترى اللي تشوف بسكايترين كلهم أو أغلبهم كانوا يمارسون دور القراءة الرواية، أغلبهم روايات. هذه من كتب الإحماض، يعني واحد يوسع صدره عليها شوي يخرج من العالم الجاف أو الأفكار. بعض الحين تحتاج إلى الكتاب الجيد اللي أوصيت فيه الكتاب هذا أنه كتاب ممتاز وجيد وجميل ويستحق التقدير والاحترام، يجب أن تقرأ قراءة من سيدخل امتحان. هذا الكتاب جيد، نصح لك يعني من الناس مستشارين اللي احنا ذكرناهم في البداية. في ناس مستشارين عندك في القراءة، ذولا إذا في كتاب يعني متقن جيد أنك تقرأه قراءة من سيدخل الامتحان. أظن اللي بيدخل الامتحان يحفظ الأفكار الرئيسية والتفصيلية ولا ينسى شيء منها، بل ممكن يلخص ويقوم بأدوار كثير من أجل يعي كل المعلومات. هذه فكرة أنا جربتها يوم من الدهر وممكن تكون يعني فكرة جيدة. بعض الكتب تكون ممتازة لكن المؤلف ما يدري أنها كانت ممتازة. لذا الكتاب العربي متوسط الطباعة فيه 3000 نسخة، صح؟ تذكر الدراسات المبيعات هاي 3000 هي النسخة. إذا بتطبع كتاب جديد لك الحد الموجود المعقول عشان يستمر الكتاب في البيع تطبع 3000 وتنتظر على الطبعة الثانية تيجي إن شاء الله، بعكس يمكن بعض الدول اللي تختلف في طريقة القراءة. بعض المؤلفين ما شعر بأن له قيمة أصلا، ولو كان شعر من الناس أو القرآن له قيمة يمكن يتواصل في التأليف، تكون أنت المكسب لك، هو يتعب لك. أنا أذكر أحد المؤلفين ألف كتابا وكان دائما من يختار ما شاء الله عليه، يعني من أجود الدور اللي كانت تهتم بالطباعة ولا ما فيها تصحيف ولا فيها أخطاء. فمرة مرات طلع من هالمسار هذا، مرة واحدة أول كتاب طبع خارج الدار اللي كان متعهد معها، يعني كان طبعا يمكن حول اللي أذكره 4 سلاسل، كل سلسلة فيها يمكن 3 أو 4 كتب. بعد فترة من الزمن اتجه لمكتبة جديدة، ما أدري عاد ليش هو اتجه لها، يمكن في شيء انتهى الاتفاق أو شيء. فأخرجت أحد المكتبات أو الدور كتاب لهذا المؤلف،
فكنت أقرأ فيها. أنا كنت أتابع المؤلف لأن كان بالنسبة لي كاتب جيد، فكان كنت أقرأ في صفحات في آخر الكتاب، فتفاجأت أن الأفكار الموجودة الآن تقرأ ما فيها اتصال. يعني أنا قاعد أقرأ بس ما بحاس أن هذه تتبع هذه، بنفس الأسطر يعني السطر متتابع، مو فاصلة مو صفحة، لا بنفس الصفحة. فاضطريت أني أدور وسيلة للتواصل مع هذا المؤلف. أقول لي معليش يا أنا المشكلة باعتبار أني يمكن أنا ما فهمت، يمكن هذه الفكرة عميقة ما توصلت إليها. فجبت الجوال ودقيت عليه، قلت يا دكتور أنا شفت في كتابك كذا كذا. قال لا ما في شيء، احنا مراجعين يعني الكتاب. قلت معليش يا دكتور، ممكن يعني تساعدنا في الفهمة، يعني ممكن أي يوم تشوف نفسك فيه فرصة وتجد نفسي أني أنا أقدر أتصل عليك. قال لا أنا ممكن، بس أعطني فرصة إلى آخر الأسبوع أتصل عليك. قلت جيد. آخر الأسبوع يتصل علي دكتور، السلام عليكم، أي صفحة؟ هو جايب النسخة معه، فطلع الصفحة. قلت يا دكتور أقرأ الآن لو سمحت من صفحة من الأربع الأسطر الأولى. فقرأ الأربع أسطر، بدأت المشكلة من السطر الخامس. فبدأ يقرأ هو، قال دقيقة شوي، رجع مرة ثانية بيفهم. قال معليش في خطأ. قلت أنت متأكد يا دكتور؟ قال لي والله متأكد. قلت أنا أجل أحتاج أنك ترد المبلغ حقي. قاعد يضحك، قال لا نعطيك اثنين بداله، وإلى الآن ما جت على فكرة. لكن أنا أقول وش هو، طبعا جزاه الله خير يعني قال شكرا. قلت له أنا شكرا أنك أنت أضفت لي معلومات كثيرة قبل، لكن الملاحظة هذه خلت المؤلف يطلع من الدار. الكتاب اللي بعده طلع من الدار كلها. فأرسل لي إيميل، هو كان تواصله جيد، أنا كنت أتواصل معه بعد فترة، طبعا تواصل كثير. فأرسل لي إيميل قال لي عرفت المشكلة وشي. قلت وش المشكلة؟ أنا أرسلت لهم ملف وورد، فهم الناسخ طبعا تعرفوا الناسخ يقص ويلزق، فالناسخ قص جزء ما له علاقة بالفكرة وأسقطه هنا. فإحنا أزلنا هذا وعدنا طباعة الكتاب. التواصل مع المؤلف بالثناء بالملاحظة يمنح المؤلف فرصة جديدة للتأليف، فرصة جديدة للتعديل، لحماية الأفكار القادمة للناس. هذا شيء بالنسبة لنا مهم يعني كلنا. لو قدر لك جلست في هذا المكان اللطيف، ما أدري الصورة واضحة لنا، هل تبي تقرأ كتاب؟ تطب تلتهم البحيرة. القراءة لا تعرف الحدود المكانية ولا الزمانية. القراءة الجيدة للشخص القارئ ما ينتظر اللحظة اللي يكون فيها المكان مهيئ جدا. أنا أذكر يوم من الأيام تكون قصة الشيخ، قلت قصة الشيخ حق الفتاوى كتاب السلوك بن تيمية، ذكرت كويس أنت لحالك، لا كثير أتوقع. فكان من الأشياء اللي في بالي من الخرافات القراءة أنه لابد يكون عندك مكتب، خرافة. وكان لابد يكون في إضاءة جيدة في البيت. كنت أقرأ بعض الكتب اللي يقول كيف تصير قارئ جيد، يقول لك كذا المعلومات ويذكر هذه بأنها أساسيات في القراءة. ثم تتفاجأ أن بيتك حوسة ما في مكان، ما مش أسوي يعني غرفتك غير مهيئة، ما في مكان للقراءة. أنا أعرف شخص على فكرة يستحق التسويق صراحة، هذا الرجل عنده في بيته بوسط البيت جايب مهندس لما بنى بيته الجديد، بيت كان دور ونصف، نصف البيت حط قزاز كله وحط مكتبة بالوسط، مكتبة عامة للدار يعني. أنا شفت المكتبة هذه كانت جدا جميلة، يعني مكتبة دائرية حط فيها الكمبيوترات مكشوفة، حط فيها المكتبة كله وحط فيها الطاولة في الوسط، حط المكتبة رقم واحد بعدين الغرف، وزع البيت على أن المكتبة هي الأصل والفروع هي الشيء الثاني. فالثقافة بدأت قبل الحياة الاجتماعية. هذه فكرة ممكن يعني تقبل النشر. أنا أقول الحدود المكانية والزمانية، يعني إن شاء الله لما تخرج من الجامعة، تعرفون دائما واحد يده يقرأ لما يجي وقت اختبارات، صح؟ إذا جاءت أخذ كتابين معه إضافية، هذه تعرف يعني إذا صار وقت فاضي. لا ما هي كذا، القراءة ما تعرف الزمان، قراءة مستمرة ما تعرف المكان، في أي مكان. سكاي تري ما شاء الله واقفين قايل كذا، لو تدفه كذا رفع الكتاب وقاعد يقرأ، ما كان في أحد هنا يعني، وإحنا قاعدين نتفرج على اللقطات هذه. أنا شفت يعني رجل مسن يعني يمتد عمره فوق 100 أتوقع، يعني ما شاء الله مع نظارات، ويعني يجيب كل الأسباب المهيئة لقراءة تلك الصفحة، وهذا موجود. ممكن شفت صور من هذه يعني. هذا ما يعرف الزمان ولا المكان، هذا يقرأ، إنسان يقرأ لأنه يعرف إيش معنى القراءة.
أشكركم. انتهى اليوم اللقاء، أعتقد أنه سرعناه شوي بالنسبة لي، يعني يمكن أنتم ممل أو شيء من هذا، لكن أنا أنتظر تعليقات السادة الفضلاء، يعني عندي يقين بأن ما ذكر اليوم استحق النقاش والحوار، باعتبار اليوم ما شاء الله النخبة زادت.